بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مشروع كبار العلماء أن يقدموا لكم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. لأنه في الحقيقة كتاب يناسب كل وقت، فكأنه كتب في وقتنا هذا. اقتضاء الصراط المستقيم. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم، كاليهود، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال من غير دليل. ويشبه هذا الصوفية، ليس عندهم علم، هؤلاء ضالون. فهذا الصراط يقتضي الذي يسير عليه أن يخالف ما خالف هذا الصراط. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. عدد الدروس 196 درسا. وتيسيرا على المستمع الكريم، تم تقطيع الصوت لجميع الدروس بدون حذف أي محتوى منها، واستخرجنا منها عددا من الفوائد المعنونة والمقطعة صوتية. اقتضاء الصراط المستقيم. وينشر كل هذا الإصدار عبر قناة اليوتيوب لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة العلمية الدائمة للإفتاء بالرياض، وعبر برامج التواصل الاجتماعي. شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة.